دي عماله تكح تكح تكح، والكحه يا عيني مش عايزه تقف، حتى وهي بتكشف الكحه ما انقطعتش ثانيه واحده، عماله تكح وتعاني تكح وتعاني. الكحه بقى لها كام يوم؟ بقى لها 4 5 ايام. الطفل سخنه، عندها سخنيه، سخنيه وكحه دي علامه خطر، لازم انت كأم وانا كدكتور يبقى في علامه خطر. الاطفال بيكحوا يا يسخنوا، لكن كحه وسخنيه التجميعه دي لازم تخلي الواحد ينتبه ان الطفل ده ممكن يبقى عنده التهاب في الرئه. التهاب الرئه وفي الاطفال يا جماعه حاجه شائعه جدا اليومين دول، شفنا نشوف حالات كل يوم، حاله واتنين في العياده، وده رقم كبير ما كناش بنشوفه قبل كده. الاطفال دول اللي عندهم 5 6 سنين ساعات يكح ويشكي بألم في بطنه. طب بيشكي من ألم في بطنه ليه؟ لأن الرئة دي متغطاة بحاجة اسمها الغشاء البلوري، لما يحصل التهاب ممكن يسمع في البطن، يبقى ممكن الطفل ما يشكيش من صدره خالص، لكن يشكي من وجع في بطنه شديد نتيجة إن عنده التهاب رئوي وعمل تسميع في البطن من الغشاء البلوري. طيب نعمل إيه للأطفال دول؟ طفل عنده سخونية وكحة ما تكتبلوش دواء وتمشيه، لازم تعمل له أشعة على الصدر. مش عيب إن الدكتور يستعين بالمساعدات سواء تحليل أو أشعة عشان يشخص طفل عنده التهاب رئوي، لأن الالتهاب الرئوي لو اتساب ممكن يعمل ارتشاح مية على الرئة، وبدل ما الطفل يخف في 5 أيام يقعد شهر. فالالتهاب الرئوي يا جماعة حاجة شائعة جدا في الأطفال، وخصوصا سن اللي حوالين المدرسة 5 6 سنين 7 سنين، الأطفال بيجي لها التهاب رئوي. بنشوف حالات كتير، أي طفل سخن بقاله بيكح 5 6 أيام لازم يتعمل له أشعة عشان نشخص في التهاب في الرئه ولا مفيش، لان الاتجاه مختلف. التهاب رئوي يعني معناها كانيلا ومضادات حيويه في الوريد، شويه برد بسيط كده اهو معناها مضاد حيوي شرب، يبقى الاتجاه مختلف عشان ما يحصلش ارتشاح ولا ميه على الرئه. ومعانا